مجهزين قناه فود. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من سندريلا ستوديو. كلنا بنهتم باطفالنا اكبر اهتمام في حياتنا كله، اكتر من نفسنا واكتر من اي حد تاني. الاطفال في سن معين بيكون السن اللي بيصابوا فيه باللوز كتير قوي قوي قوي، طبعا الاطفال الصغيرين اكتر. بس قبل سن 3 سنين كلنا عندنا مفهوم ان ما ينفعش نيجي جنب اللوز بتاعه الاطفال، علشان هي خط الدفاع الاول لجسمهم، او هي اللي بتحميهم من اي فيروس او من اي حاجه داخله جسمهم. واول ما بنلاقي سرعه الترسيب بتبقى عاليه بنجري على طول، او اول حاجه بنفكر فيها ان احنا على طول نجري ناخد حقنه البنسلين علشان ما يحصلش روماتيزم في القلب او اي مشكله تكون كبيره. طبعا كلنا عارفين ان الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي ده كله صح وكلنا مقتنعين بيه، بس للأسف إن كل الكلام اللي إحنا قلناه دلوقتي ده مش صح أبداً، وفي مفاهيم غلط كتير إحنا عارفينها ومتوارثينها وحطينها في دماغنا، وكل ده للأسف إن هو اتضح إنه غلط. الصح إيه؟ الصح هنعرفه النهاردة مع الدكتور اللي دايماً بينورنا يوم الجمعة، دكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وعلاج الشخير. أهلاً يا دكتور هشام. أهلاً يا ريني. منورنا كالعادة يا دكتور طبعاً. وايه راي حضرتك في اللي احنا قلناه دلوقتي ده، اللي كل الناس فاهمه ان هو ده صح وهو ده فعلا اللي بنعمله بالفعل؟ اولا اشكرك ان حضرتك فتحت لنا النهارده موضوع مهم جدا، هو موضوع اللوز والاطفال. النهارده ان شاء الله مشاهدينا هيسمعوا مننا كلام جديد جدا جدا. تمام. اولا اللوز اللي في الفم، اللوز هي خط الدفاع الاول. انا عايز اقول الكلام الجديد النهارده ان اللوز اللي في الفم هي اكتر لوزه او اكتر لوز ممكن يحصل فيها التهابات، اكتر لوز ممكن يحصل فيها صديد، اكتر لوز ممكن يحصل فيها خراج، اكتر لوز ممكن ان احنا نستأصلها. لو حضرتك خدتي بالك انا قلت اكتر لوز، ده معناه ان في لوز تاني كتير. معقوله؟ هو ده الجديد النهارده. انا عايز اقول النهارده احنا معانا لو في فيديو جاهز نقدر نتفرج عليه صوره، هنقدر نوضح للساده المشاهدين ان احنا عندنا 6 لوز مش لوزه واحده. 6. دي حاجه طبعا احنا اول مره نعرفها كلنا، انا شخصيا اول مره اعرف ان احنا عندنا 6 لوز. بالظبط، انا بتكلم كلام علمي، كلام طبي. زي ما حضراتكم شايفين قدامنا اللوزه الاولانيه خالص اللي فوق خالص دي اللوزه اللي احنا بنسميها لحميه. فاللحميه هي نسيج من ضمن انسجه اللوز بنسميها لوز، دي حاجه. اللي تحتيها على طول دول اللوز حوالين الاستيكيان تيوب، او اللي هم حوالين قناه استاكيوس. دول اثنين بقى اللوز، الاثنين اللي تحتيهم على طول هي اللوز بقى اللي هي اللوز اللي في الفم اللي احنا بنسميها واللي احنا بنشوفها، واخر حاجه لوز خلف اللسان. أوكي. يبقى كده 6 لوز. الجديد اللي احنا هنقوله النهارده ان من الست لوز دول فيهم 4 ما بنعرفش نشخصهم الا بمنظار، والمنظار ده احنا بنسميه الفليكسبل اندوسكوبي، وهو ده الحقيقه اللي ابتدينا النهارده ندخله المركز عندنا بقاله فتره طويله جدا وبنشخص بيه اللحميات. عشان كده كتير جدا لما بيجي لي اشعاعات الحقيقه، الاشعاعات العاديه الاكس راي، ويقولوا لي احنا عملنا اشعه ولقينا فيها لحميه، الحقيقه الكلام ده كلام بقى خلاص قديم جدا. وبقى كلام زمان، دي التقنيات الاحدث بقى يا دكتور. بالظبط كده. عشان كده برضو احنا بنقول زمان، فزمان كنا بنقول اللوز ما تتشالش زي ما حضرتك قلتي حالا اللي عندي 3 سنين. طبعا ده كلام زمان. الجديد النهارده طبعا مع وجود التقنيات الحديثه، مع وجود الالات الجديده، مع وجود الاجهزه الليزر والراديو فريكوانسي، ومع وجود اجهزه التخدير، ومع وجود مهاره الاطباء سواء كانت الجراحين او التخدير، النهارده اللوز بتتشال من سن سنه واقل من كده كمان. جميل. طيب ايه تاني يا دكتور ممكن يكون من المفاهيم الخاطئه اللي موجوده عندنا، او برضو حاجه احنا حاطينها في دماغنا وعارفين ان دي صح، زي المفهوم المهم جدا اللي احنا قلناه من شويه بنشوفه في حياتنا اليومية وبنشوفه كتير مع أطفالنا في البيت، بس إحنا شايفينه إن هو حاجة عادية، أو إحنا من مفهومنا إن هو فعلا حاجة عادية، إيه اللي ممكن يكون بيحصل كده وهو للأسف إن هو خطر جدا؟ للأسف عندنا مفاهيم وأعراض خاطئة كتير جدا إحنا متورثينها، ونظرا لإن إحنا على طول متعودين إحنا نشوفها كتير ومتعودين عليها كل يوم، فابتدت تبقى من الحاجات الطبيعية. فمثلا إحنا عندنا متعودين إحنا في فصل الشتاء الأطفال كتير على طول عندهم برد وإنفلونزا ورشح. يا دكتور ده لا، ده شيء طبيعي البرد والانفلونزا، لكن احنا بالتشخيص وبالفحص الدقيق بنكتشف ان عندهم لحميات وعندهم مشاكل كتير. تمام. كتير جدا من الاطفال في فصل الشتاء وغير فصل الشتاء على طول عندهم كحه، على طول التهابات في الحلق، على طول التهابات في الشعب. ده ايه الموضوع؟ عندي حساسيه، والحساسيه مزمنه وباخد لها كورتيزون وباخد لها بخاخات. للاسف الكلام ده كله كلام مش مظبوط.
عشان برضو التشخيص مهم جدا. أوكي. كتير جدا من الأمهات تقول أنا لما بنده على ابني بيطنشني. لا، هي مش بيطنشك، الأطفال ما يعرفوش يطنشوا، الأطفال ما بيسمعوش، عشان كده بيبقى في ضعف في السمع. كتير جدا من الأطفال يبقى فاتحين بقهم بالليل وفيش صوت وشخير، ده طبيعي؟ أبدا، ده مش طبيعي. برضو الصداع المزمن، الريحة الوحشة اللي موجودة في البق، كل دي للأسف بتبقى أعراض. معانا فيديو برضو لو نقدر نعرضه ونتفرج عليه هنبتدي نقول. فمثلا الصورة اللي قدامنا طفل صغير فاتح بقه وعلى طول بيشخر، على طول نايم فاتح بقه، ده طبعا عندنا طبعا اي حد يشوف مناخيره بالمنظر ده، ده حاجز انفي مكسور ومناخيري مسدوده، مشكله كبيره طبعا. الصوره اللي بعديها على طول هنبص نلاقي ده طفل طبعا عنده مشكله لحميه كبيره ولوز متضخمه وعامله مشاكل في الفك وعامله مشاكل في السنان وملخبطه شكل البق والشفايف. كلنا ممكن نفتح بقنا ونشوف المنظر اللي شايفينه دون، لوز ولها متدلية والتهابات شديدة في الحلق. الكلام ده كله زي ما بقول دي أعراض. طبعا دي لحمية، طفلة لحمية، بقها مفتوح، لسانها خارج، سنانها مش مظبوطة، كل الكلام ده. لما نيجي نتكلم بقى كمان على السلوكيات الخاطئة، كمان نشوف برضو الصور ونشوف ونقول السلوكيات. كتير جدا من الأطفال لما بيسخنوا بنعمل فيهم ايه؟ بنحطهم تحت المية الساقعة. غلط تماما، المفروض نحطهم تحت مية دافية. دافية مش ساقعة. مش ساقعة خالص. الغسيل الودن اللي دايما يقول لك أصل أنا مش عايز أغسل ودني عشان أتعود. مين ما تعودش على كده وأروح كل شوية بقى. أبدا أبدا. اللي بيغسل ودنه ده فيه مشكلة في الودن، لازم تتغسل. البخاخات ومشاكلها ومشاكل الأنف، لا أصل أنا متعود أحط نقط، متعود مناخيري مسدودة، كل ده كلام مش مظبوط. وكمان النزيف الأنف على طول، أي حد منا بينزف رجع راسك لورا بسرعة، ده كلام غلط. الصورة اللي قدامنا بتقول نزيف الأنف لازم مناخيرك تبقى تحت ومية ساعة. وآخر حاجة ودانة الودن ومشاكلها. طبعا كلنا بنستخدم ودانة الودن في بعد الحمام، ده كلام غلط تماما. ودانة الودن زي ما حضراتكم شايفين، واحدة بتحط الودانة في ودنها، ابنها زقها عملت ثقب في الطبلة. مشكلة كبيرة جدا. هو للأسف كمان ان احنا بنستخدمها لأطفالنا كمان، يعني بعد الشاور كده، فبتعودنا برضو ان زي ما بنعمل لنفسينا بنعملها للاطفال بقى. طبعا اي زق، اولا الودانة الودني للاسف دي معموله للانف. بس للاسف عشان الناس تعودت زي ما بنقول سلوكياتها تعودت حاجات خاطئه. بالظبط بالظبط. تمام. طيب يا دكتور، احنا عارفين برضو ان من مضاعفات اللوز او حاجه بتوصل لها برضو للاسف الاصابه باللوز المستمره الحمى الروماتيزميه، للأسف إنها حاجة خطيرة جدا وناس برضو كتير بتستهون بيها، بس عايزين النهاردة نعرفهم إيه هي أعراض الحمى الروماتيزمية، لأن في ناس طبعا بعد الشر عن ولادهم بيكونوا ولادهم بدأوا يصابوا بيها وهم مش عارفين أو مش واخدين بالهم لأنهم مش عارفين الأعراض إيه ومش على دراية بيها. إيه هي أعراضها وإيه هي خطورتها؟ أولا أنا متشكر لسؤال حضرتك، لأن النهاردة إحنا عندنا أبيوز أو استخدام مفرط في موضوع إبرة البنسلين ومشاكلها. النهاردة أنا هعرض يعني صور لو تطلع قدامنا على الشاشه نقول فيها ايه، امتى نشخص الحمى الروماتيزميه. نشخص الحمى الروماتيزميه باول حاجه لما شفنا المنظر اللي قدامنا، ركبه متورمه جدا حمراء، التهاب شديد، الم، ده اول حاجه. الحاجه الثانيه لو فتحنا بقنا لقينا المنظر ده، نقط حمراء على الحلق، لو لوز درجه حراره 40 ما بتخفش، مغص في البطن الاطفال اللي بعد كده، الراش اللي احنا بنقول عليه، او الطفح الجلدي بالمنظر الفظيع دون. واخر حاجه طبعا مشاكل القلب، المايتروستينوزيس طبعا، يعني ده واحد عامل عمليه قلب. وعشان كده انا بقول الاربع حاجات دول، تخيلي حضرتك لما ندي ابره البنسين على الفاضي والمليان، لكن الاربع حاجات دول على الاقل لازم تبقى في حاجه موجوده منهم عشان نشخص ابره البنسلين. لكن نقول ان سرعه الترسيب تعلى نشيل اللوز، سرعه الترسيب تعلى ندي ابره البنسلين، ده كلام طبعا مش مظبوط تماما تماما. تمام. طيب يا دكتور، معروف برضو ان اغلب الاطفال اللي عندهم اللوز عندهم مشكله في اللحميه، هل ينفع الطفل يشيل اللوز ويسيب اللحميه ولا لازم اللحميه بتتشال مع اللوز؟ طبعا ده مهم جدا ان احنا نقوله في راي الشخص. الحقيقه ان كتير جدا من الاحيان اللحميه بتبقى اهم من اللوز، لان اللحميه الحقيقه خطورتها ومشاكلها واعراضها لانها مختفيه ومش باينه، عشان كده الناس ما بتشوفهاش. برضو نعرض لو موجود الفيديو جاهز قدامنا، ده منظر اللوز الفظيع واللحميه وراها طبعا مختفيه. المنظر ده طبعا بيقول ان في لحميه كبيره جدا متضخمه،
الصوره اللي بعديها بتقول هو ده بقى منظر الطفل اللي عنده لحميه. اي ام الحياه تشوف المنظر ده لابنها، بقه مفتوح، شفايفه كبيره، لسانه طالع لقدام، نايم وبيفتح بقه وفي صوت وشخير، وطبعا كل ده بيؤدي الكارثه في النهايه، اللي هو بيغير من شكل الفك، بيغير من شكل السنان، وهو ده اللي قدامنا وشايفينه، وهو ده اللي في الاخر بنعمل عمليه تقويم. تخيلي حضرتك لحميه صغيره تتنسي ولوز متخمه تتنسي، نوصل بيها لعمليه تقويم في السنان. طبعا مشكله كبيره يا دكتور. طبعا طبعا. احنا النهارده معانا حاله منورانا، هي بنوته صغيره كانت بتعاني من مشكله في اللوز ومشكله كمان في اللحميه، بس الحمد لله ومع دكتور هشام المشكله دي اتحلت. احنا النهارده هنتكلم معاها وهنعرف مشكلتها كانت ايه. رحبوا معايا الاول بوالد الطفله نور، دكتور صيدلي دكتور عمرو، والبنوته الجميله نور. اهلا يا دكتور، بحضرتك النهارده منورنا. ربنا يكرمك. ازيك يا نور؟ عامله ايه؟ منورانا. دكتور عمرو، عايزه حضرتك في الاول كده تحكي لنا كانت حاله نور عامله ازاي وكانت بتشتكي من ايه بالظبط. نور في الاول كانت عندها التهابات بالجلد بصفه مستمره، بالجلد احتقان جامد، بالجلد سخونيه، كان عندها دايما تاخد انتيبيوتيك باستمرار، لغايه لما احنا رحنا عملنا عمليه اللوز اول مره. عملنا عمليه اللوز اول مره ارتاحت شويه، لكن بس مش بنسبه 100%. وبعد كده رحنا للدكتور هشام بعد فترة حوالي 4 سنين، فاكتشفنا ان لسه اللحمية موجودة. اللحمية طبعا كانت مأثرة عليها على مخارج الألفاظ، وكانت عاملة لها برضك مشاكل في الكلام، وطبعا أعراض الرشح والإنفلونزا والبرد كتير. والحمد لله الدكتور هشام يعني عمل لها منظار، وتوصلنا ان احنا شلنا اللحمية في الآخر وارتاحت الحمد لله، وبقى النفس بقى أحسن، وبقى فيه سهولة يعني في النوم وكده. جميل. بس اكيد حضرتك ما كنتش متخيل ابدا ان كل الاعراض اللي بتظهر على نور وان هي وصلت لمرحله ان هي تعمل تقويم اسنان بسبب اللوز في يوم من الايام، وبسبب كمان ان هي كان عندها مشكله في اللحميه او شلت اللحميه. تمام. هي حته اللحميه دي احنا ما كناش متوقعين بصراحه ان هي لسه موجوده. بس البركه في دكتور هشام طبعا، يعني قال لنا لا نعمل منظار، وقدر يقول لنا ان لسه اللحميه موجوده، وبالتالي خد قرار وشلناها الحمد لله، ومن ساعتها بقت احسن الحمد لله كتير. الكلام ده بقى له قد ايه؟ يعني احنا عملنا مثلا العمليه السنه اللي فاتت، ومن ساعتها الحمد لله ما اشتكتش من اي حاجه. مفيش اعراض تاني بترجع تظهر عليها؟ لا لا، مفيش خالص. مشاكل من اللي كانت عندها قبل كده؟ لا خالص خالص. طيب الحاله دلوقتي في تطور ولا ثابته زي ما هي من ساعه ما عملت العمليه؟ لا الحمد لله الحاله في احسن، احسن من الاول بكتير. تمام الحمد لله. بشكر حضرتك. ربنا يخليك. نور منوراني. شكرا. انت زي القمر اصلا، وشكلك عسوله وشكلك شطوره في المدرسه. انا عرفت ان انت كمان شاطره في المدرسه قوي. قولي لي بقى يا نور، انت كنت بتشتكي من ايه؟ انت عارفه انت كنت بتشتكي من ايه؟ قولي لي كده. كان عندي التهابات في زوري، ما بتنفس كويس، ما بعرفش انام، كل شويه احفظ اصحى قصدي. بس كنتيش بتعرفي تنامي بالليل خالص، وكل شويه بتصحي من النوم متضايقه. مش بتعرفي تتنفسي وانت نايمه، صح؟ طيب انت فاكره انت من فتره عملتي عمليه اللوز، فاكره ان انت عملتيها ليه؟ لان كنت بشتكي من الالتهابات والاحتقام، وما بعرفش اتنفس. بس وكان على طول زورك بقى وجعك ومضايقك، صح؟ طيب بعد ما عملتي عمليه اللوز حسيتي ان انت بقيتي احسن ولا كنت لسه تعبانه؟ لا حسيت ان انا ما اتحسنتش قوي. كنت لسه برضو ما بعرفش اتنفس. بس طيب احنا قبل الحلقه كنت انت بتحكي معايا، كنت بتقولي لي ان انت كان في حاجات بتضايقك، وكنت بتحسي احيانا ان في ريحه وحشه في بقك، صح؟ وكان في خنفه وكان في شخير. صح. ليه بقى كنت بتحسي بكل ده؟ علشان كان عندك ايه؟ اللوز واللحميه. طيب لما كنت بتحسي بقى بالحاجات دي، كنت بتحسي طبعا ان انت متضايقه وزعلانه وحاسه ان انت فيكي حاجه مش مظبوطه، صح؟ صح. طيب كنت بتشتكي ولا كنت بتحسي بالحاجات دي وتسكتي؟ لا كنت بحس شويه وساعات بشتكي. يعني مثلا كنت بتروحي كده لمامي مثلا تقولي لها انا تعبانه، انا حاسه مثلا ان انا في حاجه في زوري، او انا مش بعرف انام بالليل، ولا انت كنت بتسكتي وهي اللي اخذت بالها في الاخر؟ هي اللي بقى اخذت بالها في الاخر. لكن انت ما كنتيش عارفه تشتكي قوي، مش عارفه تقولي ان انت حاسه بايه، صح؟ صح. بس انت كنت تعبانه.
طيب لما جيتي بقى تعملي عمليه تاني او رحتي لدكتور تاني وقالوا لا يا نور انت لازم تدخلي عمليه تاني، ما خفتيش؟ لا ما خفتش. ليه بقى ما خفتيش؟ لان عايزه ابقى كويسه واعرف اتنفس وابقى مش تعبانه وما يبقاش عندي مخارج الالفاظ وحشه ما تخرجش حلو، يبقى ما يبقاش عندي احتقان في الزور، ما يبقاش عندي صخير وريحه وحشه في بقي. بس يعني انت من كتر ما انت كنتي تعبانه وافقتي ان انت تعملي عمليه تاني علشان تكوني احسن، صح؟ علشان انت كان في حاجات كتير قوي مضايقاكي واللي كان لازم تعملي العمليه الثانيه دي، فانت كنتي شجاعه وما خفتيش علشان تخفي وتبقي احسن، صح؟ صح. طيب انا عارفه ان انت مركبه تقويم للاسنان، صح؟ ده انت مركبه ليه؟ علشان كانت مشكله اللحميه عملت لك مشكله في بقك ولا علشان ايه؟ لان اللحميه عملت لي مشكله في الفك، ده اللي خلاني احط تقويم. طب انت التقويم دلوقتي مضايق؟ لا مش مضايق، صح؟ لا. بس انت قويه كده ومستحمله في بقك علشان انت شجاعه وتخفي وتبقي احسن، صح؟ صح. طيب انا عارفه ان انت عندك اخ اصغر منك وكان عنده برضو مشكله، صح؟ وعارفه ان انت قلتي له حاجه كده شجعتيه بيها علشان يبقى قوي كده ويروح للدكتور ويخف ويبقى حلو زيك كده، صح؟ عايزاكي بقى تحكي لي كده اخوكي كان عنده ايه وانت قلتي له ايه؟ باسم كان عنده اللحميه واللوز، فانا قلت له ما تخافش عشان تخف وتبقى كويس، ما يبقاش عندك احتقان في الزور وتخف وتبقى كويس، فلازم تعمل عمليه عند دكتور هشام ابراهيم. انت محدده كمان الدكتور، يعني انت لازم تروح لدكتور هشام ابراهيم. بحب الدكتور هشام جدا. يعني هي نور كانت لسه بتقول لي الكلام ده قبل الحلقه على طول، فانا كنت بقول للدكتور يعني دكتور، هي من كتر ثقتها في حضرتك هي محدده لاخوها انت لازم تعمل العمليه عند دكتور هشام ابراهيم علشان تكون كويس يعني. طب انت اخوكي عنده كام سنه؟ 6 سنين. هو صغير، صح؟ طب هو بقى راح كده زيك وهو شجاع كده لدكتور هشام ولا هو كان خايف بقى؟ كان خايف شويه. بس انت شجعتيه، صح؟ وهو اكيد شافك قبل كده انت عملتي العمليه وخفيتي، فهو كان عايز يروح يخف برضو زيك، صح؟ صح. طب هو دلوقتي بقى اخباره ايه؟ كويس. كويس احسن يعني؟ خف وانت خفيتي؟ خالص خالص؟ مفيش اي حاجه دلوقتي مضايقاكي، صح؟ صح. ولا اخوكي كمان؟ ولا. الف سلامه عليكي، انت كتكوته وجميله وان شاء الله تبقي احسن ونشيل كمان تقويم الاسنان وتبقي زي القمر كده وما عندكيش اي مشكله، واخوكي كمان يبقى حلو ان شاء الله ويخف من كل اللي عنده. مشتي يا نور. دكتور هشام، انا بتبسط جدا من حالات الاطفال بصراحه اللي بيجوا معانا، يعني احكي لنا شويه عن حاله نور كانت عامله ازاي وايه اللي تم معاها. شوف حضرتك، والله حاله نور من الحالات الحقيقه اللي الواحد يعني بيعتز ان الطفله زي دي ما شاء الله عليها شاطره ونبيهه وبتطلع من الاوائل في المدرسه، وكان عندها مشاكل الحقيقه. البنت لما جات لي انا اللي شدني جدا 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 ان هي اللي بتشتكي. يعني لو جت هي ومامتها الحقيقه، دكتور عمرو طبعا صديق ليا ويعني، فالبنت بقت هي اللي بتتكلم وهي اللي بتشتكي وهي اللي عايزه تعمل العمليه وهي اللي متضايقه، لدرجه حتى ان هي بعد العمليه بقت هي اللي بقت تتكلم وتقول لي انا بقيت كويسه، الخنفه بقت تشتكي حاجات انا ما كتهاليش ما قالتهاليش قبل العملية. كان عندها خنفه ما قالتهاش، قالت لي انا بعد العمليه اتحسنت. وكتير على فكره جدا من المرضى بيتحسنوا بحاجات ما بياخدوش بالهم الا بعد لما بيخفوا. ما بيكونوش عارفين انها كانت موجوده اصلا. بالزبط. او مش رابطينها بالمشكله اللي عندهم. بالظبط. يعني جت قالت لي انا الخنفه اللي كانت عندي راحت، قالت لي مخارج الكلام عندي راح بقى كويس، اتحسنت في النوم، انا بقيت مبسوطه جدا، انا يعني. اللي كان الحقيقه بس مضايقني في الموضوع كله ان اللحميه قعدت عندها فتره طويله وابتدت تاثر على شكل الفك بتاعها وشكل الاسنان بتاعتها، لكن الحمد لله النهارده ابتدت تعمل تقويم، وفي خلال فتره قريبه جدا ان شاء الله يعني الشكل الاسنان هيرجع مره تاني. لكن هي دي الحقيقه الرساله اللي انا بقولها، ان احنا مش عايزين نستنى لاطفالنا لفترات طويله جدا لغايه ما يحصل مشاكل بتعوق وتوصل لمرحله تشويه الوش. دي حاجة. الحاجة الثانية الحقيقة مهم جدا كمان ان التشخيص، تشخيص النهاردة زي ما انا قلت النهاردة، التشخيص النهاردة بالمنظار بقى مختلف تماما عن تشخيص الاشعاعات بتاعت زمان، ونقول في لحمية ولحمية صغيرة واحتمال، وبعدين ندخل عمليات ما نلاقيش لحمية. النهاردة انا بعمل منظار وبوري كمان الصورة قدام المريض وقدام الطفل، الطفل لما بيشوف اللحمية بتاعته، الطفل لما بيشوف مناخيره وبيشوف حلقه وبيشوف قد ايه القصة عنده جوه، ونفسه بيطمن وبيتلاقيه حتى هو بيقبل على العمليه بطريقه ظريفه جدا. انا طبعا حاله نور مش هي الحاله الوحيده الحقيقه اللي عاملينها،
احنا اللي يخش على الصفحه عندنا وعلى اليوتيوب هيلاقي احنا عاملين يعني الحقيقه كم من الحالات ده اللي وافقوا ان هم حتى يتصوروا معانا. كل حاله الحقيقه مختلفه تماما، وكل حاله مختلفه بعرض وشكوى مختلفه تماما عن الشكوى اللي قبل كده. تمام. برضو انا عايز يعني اشكر نور جدا، لان هي برضو اخوها كان برضو اصغر منها وعنده مشكله كبيره جدا، لوز متضخمه جدا، حتى النهارده لسه الدكتور عمرو بيقول لي الولد لسه عاملين له العمليه الحمد لله ما كملناش اسبوع، بيقول لي الولد تحسن جدا، الكم اللحميه اللي خرج، حتى بيقول لي معلومه النهارده، بيقول لي تخيل الولد صوته، انت قلت ايه يا دكتور عمرو؟ بقى انعم شويه، صوته بقى انعم. كان عنده مشكله في الصوت طبعا، دي ما كانتش محسوسه خالص قبل العمليه. حتى هو بيقولها لي هو خايف، بيقول لي الولد صوته بقى ناعم، يعني هو عايز يقول ايه الولد، هو دي كده حاجه حلوه ولا وحشه يعني؟ هو خايف، بيقول لي الولد صوته بقى ناعم، وخايف يقول ان هو صوته بقى بناتي. فانا طبعا طمنته، قلت له ده بالعكس، ده بيقول وبيؤكد ان كان في لحميه كبيره جدا، كان في لوز متضخمه جدا، هي اللي كانت عامله، حتى احنا بنسميها بوتيتو سبيتش، يعني كان واحد حاطط حاجه في بقه زي البطاطا كده جوه، من كتر ما هو مش عارف يتكلم فبيطلع مخارج الالفاظ مش مظبوطه. فالحقيقه يعني النهارده موضوع اللوز موضوع من الموضوعات المهمه، موضوع الحمى الروماتيزميه وابره البنسيم، الحاجات الضروريه جدا جدا، ولازم النهارده المعلومات الطبيه الجديده والحديثه لازم توصل لكل الناس. تمام. عشان يقدروا ياخدوا القرار الصحيح. دكتور هشام نورتنا طبعا كالعاده، وحلقه جميله من حلقات دكتور هشام ودكتور عمرو، نورتنا. نور نورتينا. انا عايزاكي بس يا نور بسرعه كده تقولي كلمه لكل البنوتات الحلوين اللي قدك، ولكل الولاد الحلوين اللي قدك اللي عندهم مشكله في اللوز او في الخنفه او في الشخير، تقولي لهم كده يعملوا ايه اول ما يحسوا ان هم عندهم مشكله. يروحوا لدكتور هشام عشان يكشفوا ويكتشفوا ان هم عندهم اللحميه ويعملوا عمليه، وبعد كده يخفوا ويبقوا كويسين. ميرسي يا نور نورتيني، وسلمي لي بقى على اخوك الصغير، وان شاء الله نقابله قريب علشان يحكي لنا كمان هو عمل ايه في العمليه. حلقتنا النهارده خلصت، يا رب تكونوا استفدتوا، يا رب نكون قدرنا النهارده نصحح مفاهيم غلط كانت عندنا، وللاسف ان هي بتبقى غلط على اولادنا، يعني احنا فاهمين غلط فبنطبق غلط على اولادنا، ودي للاسف اخطر حاجه، لان هم اولادنا زي ما قلنا اغلى حاجه عندنا في الدنيا دي كلها. يا رب تكونوا اتبسطتوا من حلقتنا، يا رب تكونوا استفدتوا من المعلومات. كان معايا النهارده منورني دكتور هشام ابراهيم، دكتوراه واستشاري جراحه الانف والاذن والحنجره وعلاج الشخير، نورتنا يا دكتور هشام. حلقتنا خلصت، معانا كل يوم الساعه 6:30 على الهواء مباشره، والاعاده تاني يوم الصبح الساعه 8. اللي ما شافش الحلقه من اولها او شوفوها على اليوتيوب. كنت معاكم ايرين من جديد، اللقاء. لو فاتتك أي حاجة في الحلقة ادخلي على قناتنا على اليوتيوب بانوراما فود تي في. للإعلان على قناة بانوراما.